نادر، انت شو عم تعمل هون؟ ما عم اعمل شي بنوب، اجيت لوصل ليلاس. كأنه ليلاس صارت ما عم تتركك. تولاي يلا روح، خلينا بعد من هون قبل ما تشوفنا. روح شوف في ليش بدك يلا يلا روح روح خلصني. خد الدواء، نسيت لأشوف، ورح تاخد التاني بعد ساعة. شوف تمام؟ رح حطه هون، اوعك تنسى. أنا منيح لينشغل بالك. شلون يعني بدر؟ معقول ما ينشغل بالي عليك؟ بتعرف شو؟ إذا عرفت تولاي إني حكيت معك بعد كل يلي صار والله بتموتني، وما بقى تفوتني على البيت. يا ربي شو هالمصيبة هاي؟ بدر فيك شيء؟ ما بعرف، تذكرت موقف لما فتت على البيت. موقف صار هون وكان كتير حلو. يلا عود شوي، ارتاح وخلينا نقعد نحكي شوي. أوف. ليك شو بتحب تشرب لجيب لك؟ جيب لي مي بارد اعمل معروف. رح جيب لك. أنا ما فهمت ليش مهتم بموضوع ليلاس لهالدرجة؟ مو حضرتك اللي تركت الأولاد بأصعب الظروف ورحت؟ خلص يا أخي فهمت، لا ضل عم تحكي هيك. أنا بعترف أني غلطت وعم حاول صلح الأمور بهذا الوقت، عم حاول أعمل شيء، شو بيعرفني؟ اهتمامك بليلاس ما رح يرجعكم لبعض لعلمك، لأنه لميس مستحيل تسامحك. مرتضى خلص بكفي بقى، والله فهمت فهمت تمام؟ استغفر الله. شو هذا؟ بدر ليك نحن حكينا بهالموضوع، شو قلنا؟ انت بتشوف حياتك وهي بتشوف حياتها، وبعدين المحامي رجال. حاجة تقول منيح عن هذا الواطي، هو مانو هيك، عم يحترق قلبي هون، فهمت؟ انا لساتني بحب هالبنت كثير. شوف بعدين وضعنا مختلف، انا ما عم بقدر المسها لنهاله، رحت لانه كنت مجبور. تعال اتفرج عليهم، تعال مشان الله شوف كيف عم يضحكوا وقديش مبسوطين، العمى بعيونهم. شو قلت هالذوق؟ اخي لا تقول هيك، طول بالك. شو بدك البنت تعمل يعني؟ انت دمرت حياتها ورحت، شو بدك اياها تعمل؟ هي هلا عم تدور على اشياء تتمسك فيها، فهمتني؟ طيب ماشي اخي، انا عصبت شوي، عملت ردة فعل زيادة عن اللزوم، ما قدرت اتحمل لما شفتهم مع بعض. ما قدرت. ايه معك حق، شيء طبيعي مزبوط. البنت كتير منيحة، وهو زلمة منيح سواء حبيته أو لا. إيه هو زلمة منيح، ما لي علاقة بنوب، هذا هو التصرف الصحيح، هذا اللي لازم يصير. بدر تركني، وقف يا أخي وقف. بدر سليم بتشكرك كتير مشان اليوم، عن جد كان حلو. أنا لازم أشكرك، انبسطت فيك. شوفك لميس. مرحبا، أنا جبت ليلاس، ممكن نحكي شوي لأنه عنده مشكلة كبيرة، تعالي. شو يعني جبت ليلاس؟ ليش هي ما كانت بالمدرسة؟ إيه بلا كانت بالمدرسة،
مو أنا وأنت عم نلتقي ونحكي دائماً؟ لهيك حكيت لي عن همها وحالتها سيئة كتير، خلينا نلاقي مكان نحل فيه هاي المشاكل. تعالي نحكي عن شوي. شو عم يصير؟ قولي اللي بدك تقوله هون. ليش عم تتلاعب بمشاعرها؟ آه؟ يي؟ ومين أنت بالله؟ وشو اللي عم بتقوله؟ روح بطريقك، يلا من هون يلا. لوين بدي روح؟ آه؟ اسمع، بعد عن هاي العيلة أحسن لك. طيب سليم اهدى شوي، ما في داعي. انت لا تعصبي حالك، انا بحكي معه، بنصحك لا تتدخل فيهم ولا تحكي معي بهي الطريقه. طيب تمام ماشي. وهلا اروح من وشي فورا مشان ما اشوه لك وشك الحلو، تفهم؟ انقلع. استغفر الله، انا بعرف انك عم تزعج لميس، تمام، وما رح اسمح بهذا الشيء ابدا. خلص ما بصير. عن جد تعال ورجيني كيف ما رح يحصل شيء. سليم انت ليش هيك عم تعمل؟ بدر مشان الله روح من هون فورا لو سمحت. بدر يلا انا رح فرجيك هلا. تعال لشوف يلا. بدر مشان الله لا تتخانقوا مع بعضكم، انا رح ورجي له الواطي. انت لا تتدخلي لميس، خليكي واقفه هون، كل شيء زاد عن حده لازم يتربى. انا بوشي. بدر لك شو عم تساوي؟ مرتضى الحقني مشان الله. مرتضى تعال خطوه فورا. ييه شوفي، قولي شو عم بيصير. صباح الخير. يلا اجي بسرعه يا اولاد، تعالوا. شوفي شوفي لك، مو سمعاني، في خناقه برا والدنيا خربانه. يلا تعالوا بسرعه. في خناقه؟ سليم وبدر عم يتخانقوا ورح يذبحوا بعض مشان لميس. عن جد سليم وبدر عم يتخانقوا برا؟ الله، يلا تعالوا لشوف. ولا كمان ولا كمان. انتوا ضلوا عند عصمت، ما في يروح يطلع. لا 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 لا, لا ابدا خليكم هون، يعني في خناقه ما بدهم ياني روح. صرتي عم يتخانقوا، يلا تعالوا خلينا نشوف. بتعرفوا شو؟ انا براهن بعشر ليرات انه المحامي هو اللي راح يفوز. تعالوا يا شباب، في خناقة كبيرة، قوموا يلا تعالوا رح يذبحوا بعضهم. قوموا يلا يلا قوموا. سوي وقف يا غبي، شلون تعمل انت كمان؟ مالك شايف كيف علاني؟ وقف حق ماك. ليك اشو العالم هلا بيبعتوهن عن بعض. شوفوهن، شوفوا كيف بيتجمعوا الناس. يلا خلينا نلم مصاري بسرعه. فكري هلا مو وقت مصحاتك تفوز. انت واحد حمار وما بتفهم. عمي فكري ليك، انا بشجع المحامي مو الدكتور. لك هاي ما انا مصارعه، شبك ونخناقه عادية. ما بشجع المحامي. شباب رح يبلش الهات، اللي بيشجع بدر يعطيه لمرتضى، واللي بيشجع المحامي يعطيني لإلي. انت بتشجع بدر اعطيه لمرتضى، لك في المحامي يعطيني لإلي. يلا يا جماعه اعطونا المصاري، بدنا نبلش الهات. يلا تفرجوا. ايوه ضربوا في على الضربه. هادي واطي كان لازم يتعلم درس، واليوم انا رح علمه. صح اتاخر بس لازم يتعلم. ايه معك حق، صحيح هالشي، تأخر شوي. لا تقلقي رح انهي الموضوع. حقير. ما تنسى يا وابو. وبعدين الاثنين عم يتقاتلوا مشان بنت. شو رومانسية. انا مو بحاجة لحماية حدا، انا بقدر احمي حالي. انت ما رح تتركنا بحالنا؟ اه روحوا، لا تورجيني خلقتك. حمايتك لليلاس واهتمامك فيها وحتى ضربك لهذا الزلمه ما بيعني لي شيء ابدا. اساسا انت اللي تركتنا، معناتها تطلع من حياتي. اتركني بقى. وانت تعال غسل وشك، انتوا مالكم صغار، اطلعوا على حالكم. خلينا نروح يلا يا حكمان. جماعه حكمان خلونا نمشي. بدر هي المرة الثانية، الثالثة رح تندم. امشي قدام. ايه. يلا لميس اللي فاز بالمباراة يلا هو المحامي. يلا اعطوني مصاري يلا لشوف. بس المباراة لسه ما خلصت يا فخي، ليك ما حدا فاز. شو عم تحكي انت؟ مبلا خلصت، اللي اخذ هاي البنت هو اللي فاز بالمصارعة. ولا قلكم خلص امشوا. ايه. على القهوة بتعزموني على شاي وقهوة هنيك. يلا 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 شباب تفضلوا امشوا. يلا تحرك هنيك بنحكي. يلا امشوا. ايه هنيك بنحكي.
شوف حالتك يا أخي، روح لعند ابنك لأنه مكانك جنبه، وبنصحك لا بقى تجي لهون. تمام؟ يلا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.